مالها ياسمين؟ سنانها بتوجعها قوي. يا نهار ابيض، يعني انت مقوماني من النوم مخصوص عشان سنانها بتوجعها؟ طب انا اعمل لها ايه يعني يا رانيا؟ اتعاطف معاها؟ لا يا عادل، ما انا جبت لها الدواء وبقت كويسه قوي، بس بكره لازم الصبح توديها الدكتور ضروري. اوديها للدكتور طب انت مقوماني من دلوقتي ليه يعني حضرتك؟ عشان البس من دلوقتي؟ لا، عشان امك. ايه عشان امك دي؟ امك مصره تطلع لحمه عشان تسيحها عشان بكره، وانا بقى بصراحه يعني كده قررت ان انا اعمل بكره فراخ. طيب يا رانيا، ايه المشكله؟ سيح اللحمه واعمل الفراخ زي ما انت عايزه. يا عادل انت دايما كده تبسط الامور. يا عادل ده انت مش ممكن. بص يا حبيبي، من البديهي ان انت بكره صبح هتودي ياسمين عند الدكتور، والدكتور ده عيادته فين؟ في العباسيه، وميدان العباسيه فيه احسن واحد في مصر يعمل الكولسلو. ايه الكولسلو ده اللي في مصر؟ خسارك يا عادل، مش عارف ازاي مش عارف يعني ايه كولسلو. كولسلو يا عادل؟ كولسلو سلطه الكرنب المهشمه اللي بحطها جنب الفراخ. سلطه الكرنب المهشمة؟ مظبوط، دي جامدة جدا. الساعة كام بالليل سلطة الكرنب المهشمة؟ تصبح على خير يا رانيا، تصبح على خير. فعلا في العباسية هو الراجل. ماشي ماشي. رانيا ما ينفعش يا رانيا، ما ينفعش. لو كذبنا عليها المرة دي مش هتثق فينا بعد كده. يا عادل احنا مش هنكذب عليها، احنا هنخادع بس. معلش يا بيبي، معلش يا حبيبة قلبي. دلوقتي هتخرجي مع بابي وهيجيب لك شوكولاتة وبونبوني كتير قوي وطعم اسنان بلاستيك بالمرة. مش فاهمة يعني انا لو كلت مصاصة وبونبوني هبقى كويسة؟ لا طبعا يا حبيبتي مش هتبقي كويسة. لو كلت شوكولاتة وبونبوني سنانك هتبوظ. سنانك دي حلها الوحيد انها لازم تتخلع. يا حبيبي ايه 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 في ايه؟ لازم يا جماعة أصارحها يا جماعة، دي طريقة كويسة جدا في تربية بنتي. أنا بتبع طريقة إن أنا أصارحها ولكن برفق، أصدمها ولكن بشويش، أرعبها لكن بالراحة كده يعني. شوفي يا حبيبتي، بابا هياخدك لدكتور السنان عشان يعالج سنتك. أنا خايفة قوي يا تيتا. لا يا حبيبتي ما تخافيش، ما هو هيطلع لك سنة مكانها. يا ماما اللي انت بتعمليه ده كده هتخوفي البنت، يعني ايه هيطلع لها سنة بدلها؟ بصي يا ياسمين يا حبيبتي، السنة دي لازم تتخلع، ولما تتخلع هتوجعك وهتخر دم، وبعدين كمان لو ما قعدتيش ثابتة بقى على الكرسي اللي هو مليان أجهزة مرعبة دي وزز والحاجات دي هتتعاقبي يا ياسمين. مش عايزة أروح للدكتور، مش عايزة أروح. ايه اللي انت بتعمله ده يا عادل؟ عاجبك كده؟ ليه كده يا عادل؟ يا جماعة سيبوني بس أربي بنتي بطريقة. اوعيلي اوعيلي بعد إذنك. ياسمين يا حبيبتي ما تخافيش، الدكتور قبل ما يخلع لك السنة دي هيديكي حقنة بنج كبيرة كده اهو جوه في سنانك، فما تحسيش بأي حاجة خالص، وهو بيشيل لك السنة بالكماشة الجامدة دي. لا مش عايزة حقنة. ايه اللي انت بتقوله؟ يا ياسمين يا حبيبتي يا حبيبتي، انت لازم تروحي الدكتور لأن دي هتبقى اكسبيرينس هايلة، هتتحط في السي في بتاعك. مش عايزة سي في. يا جماعة غلط كده، احنا بنأجل المشكلة وده مش صح، لازم نواجه ولازم نقتحم عشان نخلص على طول. بص يا ياسمين، السنة دي لو ما اتعالجتش هتتشال، وهيتشال سنة تانية وتشال سنة تالتة لغاية ما بقك يفضى خالص، وده ممكن يأثر على سمعك. لا يا بابا، لا يا ماما. بص يا ياسمين يا حبيبتي، احنا هنروح لدكتور السنان عشان نجيب مصاصة وشوكولاتة. بتضحك عليا، مفيش اصلا دكتور سنان بيبيع مصاصه شوكولاته. ايه ده مين اللي قال لك؟ لا بالعكس، ده هو دكتور سنان انا اعرفه يعني، بس ايه الحكايه مش ماشيه معاه قوي، ففاتح كشك جنب اللي هو ايه الكرسي بتاع السنان ده اللي جنبيه المعدات بقى اللي هي بتاع الزز بالحاجات اللي هي المرعبه دي، عامل كشك كده هو ولا ايه؟ ايه ايه ما تخافيش. ها ها ايه ياسمين بنتي بنت عادل سعيد تخاف؟ لا لازم تقتحمي، لازم تخش بجرأة وتخش بقوة. بنت عادل سعيد، بنت مين؟ عادل سعيد. ايدك فين؟ يلا بينا. ويشلك مناخيرك بالمرة. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. ايه يا سوسن، لسه في حالات بره؟ في عيلة صغيرة بقى. عجية صغيرة؟ سوسن انت عارفة موقفي كويس قوي من العيال، انا ما بحبهمش، ما بحبش اكشف عليهم، بيخشوا يتنططوا على كرسي ويقعدوا ينهقوا ويرفصوا. لا يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسلك. يعني ولا هتيجي بوكيا ولا بعد بوكيا ولا بعد بعد بوكيا؟ بعد بوكيا ايه؟ ده لاقين ناكل، دخليها خلاص. اتفضلي دكتور مينتا زينة. دكتور مينتا زينة، شكرا. يا عفو. يا اختي يا كميلة قطة، يا اختي يا كميلة بطة، شايفة الدبدوب بتاع حبيبتي عارفة بيعمل ازاي؟ كاك كاك كاك. بيع
بيعمل كاك كاك. شفت الدكتور لطيف ازاي يا ياسمين وبص بيهزر معاك ازاي؟ يلا يا دكتور البس لها بقى الماسك وغني لها عالم سمسم عالم سمسم في سمسم سمسم يا بيه. ما هو ده اللي بيسوس اسنان الاطفال. لا هو يسوسها لو حضرتك غنيته كتير يعني، لكن حضرتك ما تغنيش كتير يعني. حضرتك انا لطيف طبعا لطيف قدام البنت والبنت واخداني ان انا قدوه يعني، فعارفه ان انا لطيف فحضرتك يا ريت تضحك معايا يعني. تعالي يا حبيبتي تعالي ماما اطلعي اطلعي اطلعي. يلا ياسمين يلا ياسمين. خايفه ولا ايه؟ لا ما تخافيش ما تخافيش. يلا حبيبتي يلا نقتحم زي ما قلنا نقتحم نقتحم على طول. يلا هوب الجرأه وريني الجرأه. برافو عليك يا ياسمينة. برافو. شكرا شويه. اقعدي يا حبيبتي ما تخافيش خالص يا حبيبتي. افتحي بقك ما تخافيش. بصي خدي ده خليه معاكي العبي بيه واخر القعده هباخده منك. ما تخافيش ما فيش حاجه في ايدي خالص اهو. مش مهم ده. افتحي بقك. يلا يا ياسمين افتحي بقك. يا بس معلش يا دكتور مخضوضه شويه يمكن مش عارفه تفتح بقها ازاي. افتحي بقك كده اهو يا ياسمين. بصي اه اها اها سلام قبل ما رب الرحيم. ايه ايه ده؟ ايه ايه الكهف اللي جوه ده؟ ايه سنانك دي عليها احكام ولا ايه؟ احكام ايه يا دكتور؟ انت مؤكد ماشي بسنان والدك؟ حضرتك لا يعني لو بتتكلم يعني على السنان وانها مظبوطه وكده حضرتك دي وراثه عندنا في العيله يعني. انا مثلا واحد من الناس بهتم بسناني جدا بغسلها مرتين كل شهر. واضح واضح. تعالي يا حبيبتي انزلي يا ماما. ايه انزلي يا بابا يلا. إيه مش هتعمل لها اسنانها ولا اقعد يا بيه؟ حضرتك ايه اقعد يا بنت اولى يا بيه بنت وهي فاتحه بقها. اقعد يا بيه اقعد. ارفع افتح بقك يا بيه. افتح بقي. افتح بقك يا بيه. افتح بقك يا بابا. حضرتك لا مش عايز افتح بقي ما ينفعش يعني افتح بقي. انت خايف ولا ايه؟ لا خايف من ايه يا حضرتك افتح بقي ازاي يعني؟ يا دكتور بابا ما بيخافش ما بيخافش هو بس ما بيعرفش يفتح بقه. بص يا بابا افتح بقك كده اه حضرتك يلا انتش السن اجيب لك الكماشه انتش السن على طول من بقها وهي فاتحه بقها. متاخر خلاص نزلت وانت طلعت. افتح بقك. حضرتك لا مش عايز افتح بقي حضرتك. يا حبيبي افتح بقك انت خايف ولا ايه؟ يا رياض يا عصابكي افتح بقك يا بابا معلش هيتوجعك شويه تخر دم شويه يلا بس يلا يلا اقتحم خد الدبدوب. حضرتك لا مش عايز افتح بقي حضرتك انا جاي اعالج البنت مش اعالج نفسي حضرتك يعني. خش يا حبيبي امسكوه. ايه ده ما دام الحكايه كده هو بجد يعني حضرتك خلاص انا مرتب اصل اسناني ترتيب معين يعني فعشان ما تغيروش حاجه مكان حاجه عشان اما باجي اقطب ولا حاجه والنبي. يا بيه اخلص يا بنت هتعرفنا الشغلانه ولا ايه؟ امسكوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالي يا ياسمين قولي لي عملتي ايه عند الدكتور؟ رحت للدكتور وخلع لي سنتي وعلمني اغنيه يا شمتي يا شموسه خدي سنه الجاموسه وهاتي سنه العروس. سنة الجاموسة؟ انت اديتهم سنتك يا عادل ولا ايه؟ ايه يا ماما؟ معقولة يا ماما مش قدام البنت مش قدام البنت؟ اه بابا عايزين كل يوم نروح للدكتور. اه طبعا اتبسطت عند الدكتور ما انا وديتها عند الدكتور ميكي اصلا. بابا الدكتور شيف؟ ها 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 وبعدين ياسمين؟ ايه ياسمين شاف ايه؟ شاف سنان بابا؟ ما شافش اي حاجة يعني هو دكتور اساسا بتاع اطفال فيعني شاف سناني فاتخض طبعا يا عيني غلبان. الدكتور بيقول ان بابا اسنانه بتقع ولازم يعمل عمليه. يا نهار ابيض يا عادل ايه يا حبيبي هو انت بقيت تمر بسن الياس ولا ايه؟ امر بسن الياس؟ انت بتتكلمي عن جوزك يا ماما وانت بتتكلمي عن مامتك. يا سلام طب مامك هي قاعده يا مامته مالها يا حبيبتي؟ امك هي اللي مركبه طقم اسنان وهي عندها 3 سنين. خلاص يا جماعه خلاص احنا هنختلف على حكايه الدكاتره والسنان عموما يعني ده موضوع بسيط يعني والحمد لله حاجه سهله وعدت والدكتور كان مخضوض بس ما فيش اي حاجه الحمد لله. ايه يا بابا فين الشجاعه؟ انت بابا ياسمين يعني لازم تقتحم. يا اخوانا هو اي كلام بقوله بيرد تاني في وشي ولا ايه؟ جرى يا عادل هو انت خايف تروح الدكتور ولا ايه؟ لا مش خايف ولا حاجه بس انا عارف انا عندي ايه يعني انا عندي اللسة بس فيها كوبلن ضارب فانا هاخد بالي يعني وانا بمضغ في الملفات ان شاء الله. عادي انت عيان ومش عايز تروح للدكتور يا نهار اسود. يا ماما عيان ايه يا ماما مش عيان ولا حاجه كل ما في الموضوع ان ياسمين مش فاهمه يعني. بقول لك ايه ولا ياسمين ولا انا ولا انتي نقدر نفتي في الموضوع ده الدكتور الوحيد هو اللي يقدر يفتي برغم معلوماتي الواسعه والطائله في طب الاسنان. اي افتاءات وخلاص. يا عادل اوعى اكون كلت حاجه من الشارع. يا ماما اكلت ايه من الشارع يا ماما؟ ما كل الناس بتاكل من الشارع عادي، انا سناني زي الفل، ما عنديش اي مشاكل خالص، كل ما في الموضوع ان دكتور السنان ده عايز يعمل شغل على على بقي يعني. ماما 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 ايه يا حبيبتي في
ايه؟ سنتك اللي خلعتيها رجعت توجعك تاني؟ سنتها اللي خلعتها هترجع توجعها تاني ازاي يا رانيا؟ اصل سنتي الجديده لسه ما طلعتش. يا حبيبتي، ما انا هقول لك على حاجه، هي السنه الجديده لسه في طور النمو، فلازم هتاخد شويه وقت يعني، وبعدين لازم تاكلي بقى ياسمين. هاكل. حاضر. تيتا. نعم. معاكي بونبوني؟ بونبوني بتديها يا رانيا، اخرتها هتمشي بطاقة. حضرتك اللي بتتكلمي، معلش يا طنط حضرتك، يعني ولادك كلهم سنانهم بايظة. سنانهم بايظة؟ انا ولادي سنانهم بايظة فشل. طب ده عادل ابني من كتر سنانه ما هي حلوة وهو صغير طلبوه عشان يعمل اعلانات معجون السنان. عارفين الاعلان ده اللي هو طلع فيه بقه كده عامل وفي لمبة جوه بقه. صباح الخير. طب مساء الخير. طب سلام عليكم. طب سعيده. مالكم؟ ها، ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا حبيبتي؟ فين البوسه بتاعت بابا؟ بلاش النهارده يا بابا. ايه اللي بلاش النهارده يا بابا؟ انت غريبه قوي يا ياسمين، ليه كده يا حبيبتي؟ اللي بلاش النهارده ايه ده؟ غريبه. انا هرشت بس مش حاسس ان انا بهرش خالص، وحاسس كده ان انا دماغي تقيله على كتفي باين ولا ايه. يلا. انت ايه اللي حصل لك النهارده يا ابي؟ ايه اللي حصل لي؟ حصليش اي حاجه الحمد لله. انت حاسه ان انا هيحصل لي كارثه ولا ايه؟ لا 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 خالص، هي حصلت خلاص، اوعى تقلق. انا مش قلقان، انتوا اللي قلقانين. قلقانين من ايه يعني؟ في ايه بيبي حبيبي؟ انت منفوخ. انا اللي منفوخ؟ فين الفطار يا هانم؟ انا من الصبح بقول لكم صباح الخير ومساء الخير، والبنت بقول لها هاتي بوسه تقول لي لا. انتوا اللي منفوخين عليا ليه؟ وشك ده يا ابي؟ ايه اللي في وشي؟ عادي جدا، بق ومناخير وهدان وحواجب زيك بالظبط، بس انت حواجبك ارفع شويه. طب بص يا عادل بقى. ايه شفت حد تاني غيرك؟ ايه ده؟ بطلي هزار بقى يا رانيا، جايبه لي مرايه زي المرايات اللي هي بتاعت الملاهي دي اللي هي بتكبر الخدود والمناخير، ما انا ممكن اجيب لك مرايه لعلمك تطول لك ودانك. كل ده عشان مش عايز تروح لدكتور السنان. يا ماما دكتور سنان ايه وبتاع ايه؟ انا كل ما في الموضوع ان انا نمت شويه على الجنب ده، زائد ان انا كنت واكل نص بطن. يعني ايه نص بطن يا ابي؟ يعني ما اكلتش الوجبه كامله، اكلت نص الوجبه ونمت على النص ده، فعشان كده تلاقي النص ده هو اللي ورم عادي يعني. عادل يا حبيبي، ده تورم انتفاخي. انتفاخك ايه وانت كل حاجه تنسبيها لنفسك يا رانيا؟ طيب بصي يا ابي، ايه رايك لو تفشها بدبوس؟ وتلاقي نفسك تعرف الهواء كده زي البالونه وفجاه كده تروح خابط في الحيطه واقع على الارض. بنت 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 انت وهي وهي، وبعدين بتتريق على بابا يا ياسمين وانا جي واخبط في... ماشي يا ياسمين ماشي. حاضر يا ياسمين. يا ابني يا حبيبي احنا خايفين عليك، والمشكله اللي عندك دي ممكن تكبر. تكبر هتروح فين يعني؟ ما تخافش يا عادل يا حبيبي، هنبقى نعالجك على نفقه الدوله. بقولك ايه يا عادل، انت لازم تنزل دلوقتي وتروح لدكتور السنان. ماما انا مش رايح لدكتور سنان ولا حاجه، انا هخش اغير هدومي واطلع على البازار، مجرد بس ان انا اقف في الهواء هتنشف هتقع لوحديها وخلاص، ومش عايز اكل كمان. يلا خلاص. ب15 جنيه بس. طب خد دي 5 جنيه وخلي الباقي عشان. ماشي. انا رمزي مطلع الوداع من غير كيس يالا. ايه ده دول ده؟ ايه ده يا عم، انت عامل عمليه تجميل في وشك ولا ايه؟ زي لمياء وهبي؟ لمياء وهبي يا هبل، اسمها شيماء وهبي يا غبي. وبعدين يعني هي نفسها مش عامله عمليه تجميل في وشها، عاملاها مش في وشها. امال فين يا دول؟ مش في وشها يعني، بس كده احسن. يلا يا رمز انت رايك كده؟ ايوه دول والله كده احسن، بس انت بقى يعني كل لقمه وحطها هنا هون عشان يبقى بقك كله كده. انت بتضحك كده؟ بتتريق عليا ولا ايه؟ ماشي انا غلطان ان انا بتكلم مع واحد زيك. يا نهار اسوح، مدام رمزي الغبي ده خد باله، يبقى اكيد باينه قوي. بس على فكره ممكن دكتور السنان يالا رمزي هو اللي يكون عمل كده. يعني هو اللي عمل لي حاجه عشان وشي يورم، زي مثلا ميكانيكي ما بتودي له العربيه حاجه بايظه فيها يقوم مبوظ لك حاجه تانية عشان تروح له تاني يعني. ايوه دول، بس ايه علاقه دكتور السنان بالوش؟ لا هو ملوش علاقه يعني، حتى الوش من بره والسنان بتبقى من جوه. صح صح. وفي ايه جوه تاني يا دوله غير السنان يعني؟ اتفضل حضرتك خش. هتخش جوه بقي؟ هتخش جوه ولا روح اتكل على الله على البازار اللي جنبينا، روح عد التماثيل اللي عنده. يلا
لا يا دولة بقى، انا كل ما عد التماثيل اللي جنبه دي بيقعد يضربني يا دولة. طب ما انا عايزه يضربك، اتكل على الله. ماشي يا دولة، بس افتكر بقى ان الظلم دي نهايته وحشه يا دولة، وانت بتفتري عليا. حاضر ماشي. انا بفتري على شفت سبحان الله، لسه ما كملتش كلامي اهو. احسن ان شاء الله بقى جسمك كله هيضرب، ولا هديك الدواء بعد كده يا دولة. قول من هنا لبعد بكره يا دولة. ماشي، وساعتها بقى البازار ده هيبقى باسمي، وهتجوز سنة اختك وهشرط ياسمين. سيبني. الو. ايوه يا مقرف. ايوه يا رمزي، عايز ايه؟ نعم. ايه هو جد جديد وانا معرفوش ولا ايه؟ يا ايه يا بنتي، مالك متعصبه كده ليه؟ في ايه؟ رمزي الاهبل العبيط المتخلف المقرف بيقول لي انا، ما حدش يقول لي يا رمزي، تقولوا لي يا استاذ رمزي، وما حدش يتصل بيا بالنمره دي غير لما يستاذن ياخد ميعاد الاول. تصدقي بقى ان انا تداركت شيء مهم دلوقتي؟ عادل عيان ورمزي لئيم، عايز يقعد مكان عادل في البازار ويمسك السلطه. ايه ده، الواد رمزي بقى بيفهم اهو وبيعرف يستغل المواقف. يا شوشن، فاضل حد بره؟ ياجي بتاع امبارح ووش ورم خالص. وش ورم؟ طب خليه قاعد عندك ودخليه لاي حد تاني. مفيش حد تاني. خساره. طب دخليه. خلاص. صدعتني. يا من تعصتك الف سلامه يا دول. يا رب يا رب اللي فيا يجي فيك يا رمزي. ربنا يخليك يا دوله ليا يا رب. ما انت اللي ما سمعتش الكلام، مش لو كنا عالجنا المشكله دي امبارح ما كنتش اتنفشت بالمنظر ده. اديني اتنفشت حضرتك، فشاني بقى فشاني. نفشك. اتفضل يا سيدي عشان تتفشى. اتفضل. انتوا كده العيانين، براحتكم. مفيش حاجه قلقاكوا، انما احنا قاعدين قلقانين طول الوقت. العياده هتجيب فلوس منين؟ ده الواحد بيروح ما بيعملش 3 جنيه في اليوم. بس رايح فين؟ رايح العياده. جاي منين؟ جاي من العياده، وادفع مصاريف ميه كهربا ضرايب وسوسن. الله يخرب بيتك يا سوسن، لغايه ما الوجع جابك ليا على ملا وشك، وانا بقى بحب الوجع قوي. ايوه يا دكتور كده، اديله. لو سمحت يا دكتور، مش معقوله يعني عياده بتاع الدكتور اسنان يبقى فيها جزم. طلع الجزمه ده بره لو سمحت. بص ايه يا نهار اسود ومبين. ايه ده؟ افتح بقك يا دكتور. ايه يا ابني ده؟ ايه ده؟ انت ما عندكش ولا سنه بايظه. يا خبر ابيض. طب وايه الحل؟ مفيش علاج يا دكتور؟ مفيش اي علاج لامثالك. اللهم قلل من امثاله وزود من امثالك. وعلي بقى شويه. اطلع بره قولنا. اطلع بره يا دكتور النبي. حاضر. افتح بس بقك، افتح، نكمل شغل في الخرابه دي. خرابه. يا نهار اسود، احنا لازم نعمل اشعه. خد حط دي جوه بقك. حاضر. عشان نصور لازم نعرف فيه ايه، اللسه اللي جوه دي، الكيس ده فيه ايه. حاضر. حضرتك طيب، يعني اصل انا مش في المود يعني. لا والله العظيم هتبقى صوره حلوه قوي يا دوله، صدقني. بص هتبقى صوره تذكاريه ليك انا وانت مع بعض. يلا. بس يا حبايبي احنا هنصور 4 في 6. اثبت. حاضر. اتفضل. عادل حبيبي انت كويس يا بيبي؟ طمني عليك. ايه ده؟ ايه الصاروخ ده؟ يا دكتور عيب يا دكتور. صاروخ ايه؟ عيب. لا انا قصدي انه في السنه الوحشه اللي عندك محتاجه صاروخ حلو قوي عشان يطيرها. طمني يا دكتور، هو كويس؟ بصي حضرتك انا مش عايزك تقلقي خالص، هو قمر زي الفل. يا دكتور بقول لك ايه، بص انا تعبان وخلقي ضيق، يعني بلاش الحاجات دي. سوري، انا يعني انا قصدي اطمنها على حاله حضرتك. قولي لي، هو حضرتك تقربي له ايه؟ انا مراته والله. وانا دكتور سنان والله، ممكن اخلعه. حلو قوي، بس ما اخلعه الاول. ولا ايه عجبتك قوي؟ ايوه دول قوي، اصل بيقول لك يعني هو دكتور سنان وانت كانك يعني سنه وبيخلعك. انت بتفصل لي النكته. طب ما انا غبي. ايه ده هو قصده كده؟ لا انا سكر. وبعدين ما تحترمي نفسك. خلاص يا رياض يا صبجي. الله يا
ضغط الاعصاب كده، انا بموت في الحن وخصوصا اخر لحن بتاع اللي هو الراجل. حس صاحبك عني يا نهار اسود، اي افته وخلاص. رياض الاعصاب قال رجب، رياض الاعصاب قال هبطل السجاير واكون انسان جديد، معروف جدا يعني. صح دول. اتفضل خشوا. هتعمل عمليه النهارده يا دكتور ولا ايه؟ بس انا شايف ان الحاله ما تستاهلش. بس يا حبيبي عايزين نكمل قصه الجهاز. كتفوه. حاضر يا دكتور. يلا انت اخرجوا بره عشان نعرف نشتغل. لا 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 حبيبتي خليكي لو عايزه. ثانك يو دكتور فيري ماتش ثانك يو. بيبي عايزني افضل جنبك؟ لا اطلعي بره، اطلعي بره بسرعه عشان ما تشوفنيش وانا بتمرمط. اطلعي بسرعه. اوكي عادل خد بالك من نفسك يا عادل، وخد بالك من الفك السفلي اللي على الشمال ده. والنبي يا عادل الله يخليك. حاضر حاضر. دولا والله العظيم هتوحشنا دولا، اشوفك بقى في الجنه ونعيمها ان شاء الله. وما تقلقش يا دولا على البازار ولا على ياسمين، هخليها تتعلم لغات لما تاخد. هيا يا استاذ مسافر، جهزت لي التاشيره بتاعت السفر للحج ان شاء الله. عيب عليك، ده انا اسمي مسافر مش جاي من فراغ، انا اللي مسافر نص مصر. ياه الف مبروك يا دولا. على كده بقى حضرتك اللي سفرت عصام الحضري؟ عندك شيكابالا. ايه ده انت عندك شيكابالا؟ لا انت مش قلت اتعالجت؟ يا عم شيكابالا ده لعيب كوره، انا اللي مصفره. طب بلاش. عارف احمد حسام اللي بيلعب في توتنهام؟ الواد نيدو. اللي هو خلى توتنهام يعني بودره ولا ايه؟ مش عارف بودره ايه، ده لعيب كوره كبير قوي، انت ما بتشوفوش افلام. لا احنا عارفين يا دول، انت يا عم فرحتك بالحج يا عم مخلياك طايش من السعاده. كمل يا استاذ مسافر، والله العظيم انا قلبي ارتاح لك. شوف بقى وسيبك من كل لعيبه الكوره والفنانين اللي احنا قلنا اساميهم دول، اهم واحد انا صفرته منعم. منعم رئيس الوزراء؟ هو في رئيس وزراء جه اسمه منعم؟ مش انت بتقول سفرته يا عم؟ يا عم منعم اخو مراتي، اخو مراتي. اخو مرات، ما عارف ده بقى، انت لو ما كنت سفرته كانت مراتك هي اللي سفرتك يا معلم. بقول لك يا استاذ مسافر، ما تشوف لي بقى عقد اعتراف في اي دوله كده. عقد اعتراف يا ابني مش لازم تسافر له، انا ممكن اعمله لك في اي اسم هنا. بقول لحضرتك ايه؟ تعرف الواد ده؟ انا رمزي يا استاذ مسافر، ابن عم دول حبيبي. بس هو قريبي من بعيد يعني، ابن عم بس يعني. احسن. طيب استاذنك بقى في الفلوس. الفلوس؟ يا والله يعني مش عارف اقول لك ايه على مساعدتك ليا في موضوع الحج ده. دي بتبقى حاجه كده يعني لربنا، وان شاء الله احنا نتمنى لحضرتك حج مبرور. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. الف مبروك يا دولا. الله يبارك في شكله بشوش. يلا خدت بالك؟ ايوه يا دولا والله، ده علشان بس نيتك يا دولا. الحمد لله. الا قول لي يا دولا، ان شاء الله يعني انت ناوي تحج في انهي بلد؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. هزروا فزروا بقى، انا جايب ايه؟ انا هقول جبت لي القطر اللعبه بتاعي. لا يا حبيبتي، حوادث القطارات اليومين دول كتيره جدا، ممكن القطر اللعبه ده يخبط في الانتريه يبوظ لنا البيت كله. ربنا يخليك يا قلبي يا حياتي، الله يخليك على الفرفان بتاع زهره الخشخاش اللي طول عمري بحلم بيه. لا زهره خشخاش ايه يا حبيبتي يا رانيا، زهره الخشخاش دي ممنوعه قانونا، وبعدين ده البرفان اللي بيحطوه نساء المخدرات في كولومبيا، فطبعا مش معقوله اجيب لك يعني خشخاش. يا عم عادل ما تخلص في ليلتك دي، ايه الجو الممل بتاع الفوازير ده؟ انا بقول احذره فزره. انت مالك انت؟ انت مالك انت اساسا؟ انت واثقه تماما ان انا مش هجيب لك حاجه يا سناء؟ يبقى ما تجمعش في الكلام، ما تجمعش، تقول حذروا فزروا. خلاص حذروا فزروا كلكم يا جماعه ما عدا سناء. يبقى اكيد جبت لي سيدي. هي دي لسه لسه شويه. ثانك يو يا عادل. بيبي 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 ثانك يو. انت جبت لي المكياج بتاعي؟ انا عارفه مكياج. متهيألي يا حماتي المكياج ده عكس اللي انا جايبه بالظبط، استغفر الله العظيم. انا عرفت، انت جبت تأشيرة الحج. يا سلام عليك يا ماما، دايما عجناني وخبزاني. برافو عليك يا ماما. طبعا ابن بطني، ربنا يخليك لي يا عادل، الف شكر. العفو يا ماما. ربنا يخليك لي يا حبيبي، انا مش عارفه اشكرك ازاي. العفو يا ماما. والله العظيم ما انا عارفه اشكرك ازاي. انا معديها من الصبح يعني، تشكريني على ايه يعني؟ العفو يا ماما. لا شكر على واجب، اطلع بيها بقى. هي ايه دي؟ تأشيرة الحج اللي انت جايبها لي. يا حبيبي يا رب يا رب يغفر ذنوباتك كلها. يا رب ذنوباتك كلها. وادعي العالم. عقبالك عقبالك عقبالكم. ولا مليون حجه. طلب ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا
اكبر كل عليه ايه؟ لا حرام عليكم، يعني انا حتى الواحد يعني بيقدم حاجه لاخرته، مش كفايه ضيعت عليه دنيته كمان ضيع عليه اخرته. ايه يا عدويه دي، انت مش فرحانان ولا ايه؟ لا طبعا، لان انا تاشيره الحج دي مش ليها. ايه؟ ايوه تاشيره الحج دي جايبها لنفسي، حرام عليكم، انا ضيعت عمري كله عشانكم، سيبوني بقى اعمل حاجه لاخرتي، مش كفايه ضيعت دنيتي كمان هضيع اخرتي، حرام عليكم. معلش معلش ما تزعليش يا انعام بقى، ما انتي وعادل واحد. انا مش زعلانه، انا بس اتعشمت فخرمت وداني. خرمتي ودانك؟ ده انت خرمتي 15 خرم يا ماما من عشمك. تيتا هو بابا مسافر النهارده؟ ايوه يا حبيبتي مسافر النهارده علشان يحج في السعوديه. طب انا عايزه اروح مع بابا. كان اولى خد امه. تروح وترجع لنا بالسلامه يا بيبي. الله يسلمك يا رانيا. بصي يا عادل، انا مش زعلانه عشان مش هحج، لكن بطلب منك طلب عشان تصالحني، هاتلي معاك ميه زمزم. يا سلام يا ماما، عينيا ليكي، طبعا اجيب لك كل اللي انت عايزاه ان شاء الله يا ماما. امال فين رمزي يا عادل عشان يجيب لك الشنطات تحت؟ رمزي يا ستي بعته يجيب لي اعلام بيضه اللي هعلقها في الميكروباص. اتفضل يا عادل، ادي لسه الطلبات اللي احنا عايزينها، حاجه بسيطه. دي حاجه بسيطه؟ حرام عليك، وانا طالع احج ولا طالع اعمل شوبينج يا اخوانا؟ الطلبات دي عايزه كونتينر لوحده او اجيب طياره شحن بقى لوحدي. افتح الباب. حجتهولي يا حبيبي. ازيك يا سمينه؟ جبت لك الاعلام البيضاء يا معلم. ايه يخرب بيتك ان شاء الله، ايه اللي انت جايبه ده؟ جايب لي اعلام الزمالك يالا. ايه دول ما بيضاء بقى هي يا عم، ما تدقش بقى. ما هو خطوط حمراء اهي قدام يا يد. انا اساسا وانا طالع المطار بعدي جنب الاستاد، عايز الاهلاويه يكرهوني يالا. ليه دول؟ ده انا لفف لك علم من دولت بقى ابيض كبير قوي كده على الميكروباص تحت يا حاج. يعني يوم ما تفكر تعمل لي مشاكل. جري يا عادل، في ايه؟ ما العلم حلو يا عادل، ما تمشيها بقى. الله، طبعا العلم حلو، ماشي همشيها انه حلو. ماشي، خلي بالكم من نفسيكم، ربنا يخليكم ان شاء الله. وانا ربنا ياخدك ان شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. اخيرا اخيرا استفرست بالبازار لوحدك يا رمزي. انا الامر المستامر المستنهي في البازار. ايوه جاي. احلى حاجه واحلى طلب رمزي باشا، لا كدب ولا فشخره يا رمزي باشا، من مش هنزرع احلى اربعكم كتير، عدم لمؤاخذه يعني. شكرا. الحساب اللي عندك. حساب ايه يا بدوي؟ وفي ايه يا عم؟ اسجلهم على حساب البازار. لا لا لا، ده انت واخد 15 واحد كوكتيل لغايه دلوقتي. وايه يعني يا بدوي؟ انت هتنق عليا يا عم، وخد كمان يا عم 15 جنيه بقشيش. الله لا لا، ده انت بعد عليك هتخربها يا رمزي باشا. سلام عليك. سلام يا بدوي، وبلغيني على طول. لا ما تاخرش عليا. عينيا. ياه يا حلاوتك يا ابو الرماميز. يا ترى بقى ابتدي بانهي الاول؟ بدي الاول ولا بدي ولا بدي ولا ايه الحيرة المستديرة اللي انا فيها دي؟ ابتدي بدي يا رمزي. اه صح والله، كانت تايهة عني فين، بس انا كنت هختار على فكرة. متشكر قوي يا خواجة. دولة دولة حبيبي دولة، اتفضل يا دولة. الف حمد لله على السلامة، الف حمد لله على السلامة يا حج. حج ايه بقى؟ انا ما حجتش، انا اتنصب عليا يا رمزي، اتنصب عليا وما سافرتش. اللي اسمه مسافر ده طلع نصاب يالا، اداني تذكرة مستعملة واداني تأشيرة مضروبة. ايه يا دولة، تذكرة مستعملة ايه يا عم؟ واحنا من امتى اصلا بنستخدم التذاكر؟ احنا على طول بنزوج يا دولة من اللي بيلم الاجرة. يالا اجرة ايه يالا؟ هو احنا راكبين ميكروباص؟ دي طيارة يالا، طيارة. طيب يا دولة، مش الطيارة دي يعني يا عم ليها بابين؟ اه ليها بابين. خلاص يا دولة، كنت انت بقى تستخبى في الباب التاني عقبال لما الكمساري يطلع من الباب الاولاني ويقوم مزوغ كده وتقوم نازل بقى في محطتك. انط من الطياره؟ يالا يالا، هي طياره 30 بشرطه يالا، طياره ليها نظام يالا. انما رمزي بعيد عنه، اتنصب عليا يالا، اتنصب عليا. طب وانت جاي بتنهج ليه كده دوله؟ جاي من المطار ماشي يا سيدي، معيش فلوس. انا طب ليه يا دوله؟ ما معكش فلوس ازاي يعني؟ خالص معكش فلوس خالص؟ ايوه معيش غير ريالات. طيب يا دوله، ما انت معاك اهو، كنت تدفع ريالين يا دوله،
والاجره كمان ب 40 قرش يعني عادي جدا. بص مش ناقصه غباوه خالص، كفايه اللي حصل لي النهارده، كفايه ان اتنصب عليا، هروح البيت ازاي؟ طيب بص يا دوله، لا انت تروح، لازم انت تروح عشان تاخد دش كده من الحج يا حج يا حج. يا غبي يا غبي، ما حبتش نصب عليا، وبعدين ما ينفعش اروح لهم البيت وانا كده اهو كلهم مستنيين ان انا راجع لهم من الحج وبدعي لهم واخد لست الدعاء قد كده. هرجع اقول لهم ايه؟ لاهلي ولا الناس اللي في الشارع ولا جيراننا ولا الناس اللي هنا في البازارات؟ هقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه؟ اه صح يا دوله، ده انت في ورطه. طب وهتعمل ايه بقى يا صاحبي؟ مفيش بقى غير ان انا ايه، اقعد العشر ايام بتوع الحج هنا هو في المخزن بتاع البازار، بعد ما يخلصوا العشر ايام ارجع لهم كاني راجع من الحج بقى. يعني هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ صح يا دوله، فكره حلوه قوي، بس ما تنسانيش بقى يا عم بعد العشر ايام دولت وانت راجع من الحج ان شاء الله تجيب لي المصليه والسبحه بتاعتي يا حاج. يلا ما حجتش، يلا اتنصب عليا، اتنصب عليا يا غبي. يا نهار ابيض، جه اليوم اللي انا اترمي فيه في المخزن بتاع البازار مع الكراكيب ومع الزباله بتاعتك دي. يا دوله الكل ظالم بدايه. والكل فارش ملايه، انت ايه شمتان فيا ولا ايه يا رمزي؟ لا يا دوله لا والله، ده انا بحبك يا دوله يا حبيبي. ده انا يكفيني فخريا ان بير اسرارك. انت بير حرماني يا ابني. انت سرداب مظلم ملوش نهايه. سنجاب؟ ايه سنجاب دي؟ لا بقول لك ايه، شتيمه. لا يا دوله، بدل ما اسيب البازار وتتصرف لوحدك يا حاج. لا 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 لا، انا مش قاصد خالص يعني سنجاب. لا انا اسف، انا اسف يا رمزي، يا حيوان يا حبيبي يعني. اه تعدل كده. ايوه حاضر اتعدل، يا جزمه يا جديده بتلمع لميع يعني، يا كلب بوليسي. اه ايوه كده خلاص، انا سامحتك خلاص يا دول، بس هتشتم تاني وتقول سنجاب دي تاني؟ لا مش هعديها لك يا رمزي. ايه ده سنجاب؟ بقول لك ايه، اطلع لها بسرعه بدل ما تيجي نوع المخزن، اطلع بسرعه. حاضر حاضر يا دول، ما تخافش. حاضر. انت يا زفت يا مقرف، يا اللي اسمك رمزي. رمزي. ايوه سناء. كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت بشوف التماثيل بس متربة، ولا لا قدر الله التراب راح من عليها. خلاص ما تحكيليش قصة حياتك، أنا ما بحبش أجري البازار عشان كده. يلا اجري، هات الدفاتر والإيصالات كلها بتاع السنة فاتت عشان أعرف عادل كسب قد إيه والإيراد قد إيه. حاضر يا سناء، أنا ممكن أروح أسأل بس دولة؟ يخرب بيتك، رايح فين؟ هتفضحنا. استنى، رايح فين؟ رايح فين؟ بقول لك مسافر، مسافر، إيه مش فاهمة؟ مسافر. صح مسافر. صح مسافر بعيد. طياره طياره فوق. اه طياره طياره تحت. هزر هزر وغني بقى. ده عادل لسه مكلمني من 10 دقايق، قال لي اجري على البازار روح شوف الايراد وشوف الشغل ماشي ازاي. يا شيخ ده انا سمعت كل الناس اللي واقفه حواليه، وهو عمال يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يا رب وعدني يا رب زيك يا عادل. امين يا اختي امين. كدابه والله العظيم كدابه. ماشي يا سناء، عايزه تسرقيني؟ ايدك على اراضي النهارده. حاضر يا سناء اتفضلي. ده اراضي النهارده؟ ما لا. ولا لا؟ لا هو اراضي النهارده، بس هما بقى ناقصين 45 جنيه حساب الكوكتيل. كوكتيل ايه بقى؟ كوكتيل يا ستي، كان دولا شاربهم كده هون ب 45 جنيه كوكتيل، وما حاسبش عليهم من السنه اللي فاتت. كذاب والله العظيم كذاب. ماشي يا رمزي بتسرقني؟ ماشي يا رمزي. انا همشي دلوقتي وهاجي بكره عشان اخد الايراد واتابع الشغل زي ما عادل قال لي في التليفون. حاضر يا سناء، مع الف سلامه يا نقنق يا حبيبه قلبي، يا حبيبه قلبي. ايه 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 نقنق وحبيبه قلبي؟ هو انت هتستفرد بيا عشان انا وانت لوحدنا في البازار وعشان اخويا غايب فاكرني سهله ولا ايه؟ انا اسف انا اسف يا نقنق. بفتكر. انا اسف. بحسب. انا شربت ب 45 جنيه كوكتيل يا كذاب. طب ما انت كمان كذاب. انا كذاب؟ كذبت في ايه يا اخويا؟ ايوه قلت لها انا بكلمك من السعوديه بقالي 10 دقايق صح؟ يا غبي يا غبي افهم، انا اساسا كنت متهبب قاعد في المخزن هنا، اكلمها ازاي من السعوديه من 10 دقايق؟ بتضحك عليك يا اهبل. صح يا دوله صح، بس تصدق يالا والله فكره، انا ممكن اكلمها فعلا واعمل نفسي ان انا في السعوديه عشان اثبت الوضع برضه. 100 100 يا دول. بس انا عايزك بقى تعمل ايه الصوت، يعني كان ايه الحجاج مثلا حوالين الكعبه كده. ما تقلقش يا دول، انا كنت بتفرج عليهم في كل الافلام.
يعني عارف هتعمل ايه؟ عارف يا دولا. ماشي ماشي. نحن غرابة عك عك جئنا من البادية. بديتي بديتي يخرب بيتك ايام الكفار يا هبل، ايام الكفار مش طالب مش طالب. امال افلام كده دول بس يا سنجاب. لا يا دولا لا 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 يا دولا يا سنجاب. لا لا يا سنجاب. لا يا دولا لا. اطلع بره اطلع بره اطلع بره، سيبنا ريح شوية يا سنجاب. لا لا يلا بره بره. لا يا سنجاب لا. ماشي ماشي بقى. ها تعال اخوك تعال. ايه ده؟ انت جايب قرايبك هنا ولا ايه؟ لا دول قرايب ايه يا عم، ده خروف. ما انا عارف انه خروف، جايبه هنا تهبب بيه ايه؟ يا دولا بقى كل سنه وانت طيب، العيد قرب يجي والناس كلها هتذبح في العيد يا دولا بقى. وانت شاري ده يعني من فلوسك عشان تضحي بيه؟ لا يا دولا شاري ايه يا دولا، انا معايا فلوس يا عم اشتري. يا عم ده المعلم تيتي هو اللي قال لي خلي الخروف ده وانا عندك في البازار. خد يا حبيبي، وبعدين بعد كده انا هبقى اديك الفروه بتاعته. المعلم تيتي؟ ولا انت بتستهبل يالا؟ جايب لي خروف ان هو يقعد معايا في المخزن وبعدين مع البازار بتاعنا يعني، ولا البازار بتاعك؟ ولا خد الخروف ده واطلع بره يالا. دولا بقول لك شفت زعلته مني اهو، لو الخروف ده مشي انا همشي. يعني ما اقصدش ان هو يمشي يعني، بس يعني معقوله خروف هيبيت معايا هنا يعني رمزي ولا ايه يعني؟ ايوه دولا، هي بص مساله بقى دي، المساله دي مساله مبتدا. مبتدا صح، انا كده اللي رحت في خبر كان. ماشي ماشي يا رمزي. ها نمشي ولا نقعد ولا ايه؟ لا خليه اهو برضه ارحم منك، يقعد معايا هنا في المخزن احسن ما انت تيجي تقعد هنا في المخزن، بس اربطه له والنبي عشان ما يقعدش يتنطط في المخزن طول اليوم. يتنطط براحته. ها جايين لك اهو يا خوخ. ايه دول يالا اللي انت جايبهم دول تاني؟ يا دولا دول خروف ومعزه، دول بتوع المعلم تمثال هيذبحهم. والمعلم تمثال بقى وعدك بايه بقى المره دي؟ هيديك قرونهم؟ لا يا دول انا القرون دي ما بتستهونيش يعني. طبعا انت عندك قرون جاهزه اهي. ها تحب امشي؟ تحب امشي؟ انا بقول يعني على اساس معقوله يبقى الخفه. نو ايوه بس نو كتير يعني نو. انت عارف اصلا نو يعني ايه؟ ايوه يعني اياك يالا رمزي اوعى. منك الله يا رمزي على جنينة الحيوانات اللي انت جايبها دي، ناقصي تاني. تعال خش حبيب قلبي حبيبي. يا دولا لعلمك انا مش مستغرب ان انت داخل عليا بحمار بجد يعني، بس انا عايز اسالك سؤال واحد بس يا رمزي. امر يا دولا. اللي اداك الحمار عشان تشيله عندنا في المخزن وعدك بايه بعد ما يذبح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الباب ليه بيخبط بالطريقه الفظيعه دي؟ يا ربي مش مقفول مش وقته ابدا يوم، احنا قاعدين في روقانات والصح. ده منزل عادل سعيد؟ ايوه. خير خير. في حضره الضابط؟ هو فين؟ في السعوديه بيحج عقبال املتك واملتي. بيحج ازاي؟ اذا كان معرفش يطلع من المطار. ايه؟ ازاي معرفش يطلع من المطار وهو مسافر بقاله 10 ايام؟ عادل اتنصب عليه. واحنا قبضنا على المعلم مسافر النصاب. وعموما عادل لازم يجي علشان يستلم الفلوس. حاضر يا حد الظابط، لما عادل يجي ان شاء الله هنبقى نبعتولك. طيب تبعتوه على طول. حاضر يلا بينا. مع السلامه مع السلامه. يا رب. يعني عادل ما سافرش؟ هم راح فين؟ راح فين حبيبي ده؟ راح فين؟ ها رمزي حضرت الشنطه؟ دولا كل حاجه اللي انت طلبتها هنا هون في الشنطه يا دولا. جدع يا جهزت الميكروباص؟ يا دولا جاهز. بالنسبه للاعلام عملت فيها ايه؟ جبت لك يا عم اعلام بيضه وحمراء علشان ما نزعلش حد مننا. ماشي انا هتكل على الله دلوقتي اروح على البيت وبعدين ارجع. حاسبك يا رمزي. اصبر اصبر. ماشي يا دولا هوصلك يعني الميكروباص. بقول لك ايه يا دولا، ايه رايك يعني بدل ما تركب الميكروباص ما تاخد الحمار احسن تركبه؟ اخد الحمار يا حمار؟ الحمار ده يهبل لو انا طالع حج بر يا غبي. سامع انت الصوت ده؟ يا دولا ده صوت طياره. ايوه ما هي دي اللي انا جاي فيها. طب وانت وصلت ولا لسه يا دولا؟ بص ما تبوظليش الحجه. ماشي يا دولا ماشي. الف مبروك يا حاج. ياه بجد مش عارف اقول لكم ايه، مش عارف اقول لكم ايه. الحمد لله الحمد لله ان ربنا اخيرا كتبها لي الحمد لله. لا وانت ايه تستاهلها. يا سناء الوحيده اللي تمنيت انها تكون موجوده معايا هناك كنت انت يا سناء. اشمعنى؟
ادعي بس يكون ربنا غفر لك. لا ان شاء الله يا ماما ان شاء الله، يعني باذن الله يكون غفر لي ان شاء الله الحمد لله. بيبي يعني بيبي عايزاك تحكي لي عن المواقف كده الروحانيه اللي هي سنسيتيف، اللي هي اللي انت كنت مريت بيها هناك في الايه، في اللحظات الحرجه اللي كنت فيها في الحج. تعرف جسمي اشعر بمجرد ان انا افتكرت، يعني لدرجه ان انا مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت. وانا كومون تو دي سا شيري، ده كل الناس اللي بيروحوا في الحله الروحانيات دي هي لا يمكن يعملوا اي نسيان. اهو نسيت بقى انا وخلاص يا حماتي، يعني هعمل ايه؟ خدي يا ياسمين، ياسمين خدي الهديه الجميله دي اللي جابها لك. ايه ده يا بابا، دي طاقيه جده. لا يا حبيبتي دي مش عارف، انا جبتها بقى وخلاص. خدي يا ماما. ايه ده؟ ايه ده؟ دي ميه زمزم اللي انا قلت لك عليها؟ مش عارف، لا اكيد طبعا مش زمزم، دي بتبقى بيضه. الميه التانيه دي مش خدي يا رانيا العبايه اللي انا قلت لك اهي اجيبها لك اهي. لا لا لا، ايه ده يا عادي، دي عبايه راسي يا حبيبتي. ايه ده ايه ده يا ايه اللي جاب الحاجات دي عندي في الشنطه يا جماعه؟ انا اكيد الشنطه بتاعتي اتلخبطت وانا في البازار. ايه؟ وانا في المطار، وانا في المطار اكيد اتلخبطت. يخرب بيتك يا عادل، يا عادل بطل لف ودوران واستعباط، احسن منك وبيفهم اكتر منك وبيتنصب عليه عادي، ليه مكسوف تعترف؟ يبقى اكيد رمزي فتن عليا. البوليس مسك النصاب. البوليس هو اللي فتن عليا. ماشي يا بوليس ماشي. بصوا يا جماعه، البوليس هو مدام هو اللي قال، يعني ممكن يكون لقى الفلوس مثلا مع النصاب. ايوه، وهو عايزك تروح عشان تستلمها. البوليس قال استلم. الاهلي خد الميداليات الذهب، تقولي الغوشتين بتوعي. اقول لك الفريق بتاع اليد خد البرونزيه، دول خايبين، ليه ما خدوش الذهب؟ فين الغوشتين بتوعي؟ اقول لك في فيلم اسمه ذهب مع الريح، تقولي لي ذهب، فين الغوشتين بتوعي؟ يا ماما خلاص انسي الغوشتين دول بقى يا ماما. خلاص مش عايزه منك حاجه، وعلى العموم مفيش حاجه باقيه. ايوه. ازيك؟ اهلا، ازيك؟ هاي عليكم يا جماعه. وعليكم الهاي ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا منى، عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبار طنط ايه؟ قولي لي اخبار عمليات التجميل ايه؟ وشها لسه بيقشر؟ لا هي تمام، بس بعد الشد كده حصلها سايد افكت. سايد افكت، يا الف سلام عليها. ميرسي قوي. عقبال ما تزرع شعر زي كده، ما شاء الله حلوه القصه دي، عند انه حلاق. ميرسي. بس هي عقبال ما تزرع شعر يعني فاضلها تقريبا بتاع 10 سنين ولا حاجه. بس انت مش فاهم يا عادل، طنط مروه عندها خطه دائمه يعني. هي كل سنه سنتين كده بتعمل حاجه. طبعا كل سنه سنتين، مش معقوله تعمل كل حاجه مره واحده. النيو لوك ده لو عملته مره واحده فتحتوا عليها باب الاوضه كده ممكن تتخضوا انتوا مثلا يعني. فعلا. هي نجلاء عامله ايه؟ حالتها بتزداد سوء وشراسه يوم بعد يوم والحمد لله. بقول لك يا منى، يعني هي لو نجلاء مثلا سقطت او جابت ملحق ولا حاجه، يا ريت تقولي لنا عشان احنا نلحقها يعني. لا طبعا، يا ريتها جت على المذاكره، نجلاء شاطره جدا. الله، قلقتينا. في ايه يعني مثلا، في الكام ولا ايه؟ لا كل حاجه ليها حل ان شاء الله. طب ادخلي لها انت يا حبيبتي، يمكن تفتح لك الباب كده. طب عشان خاطري بقى، خدي بقى الاكل ده ودخليه لها عشان هي جعانانه خالص ومش عايزه تاكل من ايد حد. اهو دلعكوا ده هو اللي هيمرعها ويمرعها ويمرحها علينا. اكسر للبت ضلع يطلع لها اتنين. صح يا ماما، اكسر للبت ضلع. انا اكسر لها ضلع، بس برضو ما انا هحتاج انا اللي اصلح الضلع ده وادفع مصاريف كتير. لا بصي منى، خش لها انت ارخص. اوكي. نجلة، مالك يا نجلة؟ فيكي ايه؟ انت اتغيرتي خالص، ما بقيتيش نجلة بتاعت زمان. راحت فين روحك؟ فين الجو الكل اللي كنت بتعمليه في قعداتك؟ راحت فين روشنتك يا بنتي؟ انا فرهدت خلاص يا منى، انتهى زمن الروشنة بقى يا منى. انا حاسة ان انا مش انا. يا شيخة قومي بقى ما تقفوريش، دي خطوبة رشا الخميس الجاي، مين هيرقص لها غيرك يا نوجة؟ خطوبة رشا؟ هي اتخطبت لمين؟ لمعتز طبعا، ما كلنا عارفين ان هو معجب بيها من الترم اللي فات. امال هو شال مادتين ليه؟ عشان كان بيلزق جنبها في السكشن وما كانش بيحضر محاضراته. طب قولي لي، هو بوب لسه مقنتم مع نيفو؟ لا بوب خلاص حلق لها من زمان، من ساعه ما عرف علاقتها بتامر. راح عمل ايه بقى؟ صاحب ميسة اخت تامر وضرب الموزتين بحجر واحد. حرام عليكي بقى، هو انا فين من ده كله؟ يا بنتي ما انا بقول لك اهو عشان تيجي بقى معانا وبعزمك. طب انت هتروحي لوحدك؟ لا طبعا، هروح مع ميزو. انت سبتي زيزو؟ زيزو خلاص يا بنتي، ما بقاش زيزو بتاع زمان. ده انا اخر ماتش سكواش حضرته له عمل سكور زباله، واتغلب من ميزو اللي كان معجب بيا. فاكراه؟
اللي كان بيلعب بينج يا بنتي ده اساسا لعب سكواش عشان خاطري انا. كفايه بقى حرام عليكي. انت ايه جايه عشان تحرقي دمي؟ جايه عماله تقولي لي مين صاحب مين ومين ماشي مع مين ومين عمال بيعكس مين؟ بقولك يا بنت امشي تايبر امشي. واطيه واطيه. الله 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 برضو عمل نفس الحركه دي. الدبدوب ده عندنا من فتره بس شقي جدا، كل ما بيلاقي عندنا ضيوف يقعد يستهبل كده. وبعدين اليكس عيب كده. منى طمنيني يا حبيبتي، طمنتي عليها؟ لا 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 دي بجد بجد بقت اوفر جدا، اكتر من اوفر كمان، دي نفسنت على نيفو وشايله من رشا. ايه ده معقوله؟ هو نيفو ورشا دول جابوا مجموع اكتر منها مثلا؟ لا طبعا احنا مش بنتنافس في الحاجات التافهه دي. طب قولي لي ارجوكي بليز بليز منى قولي لي، انا قلقانه جدا على البنوته بتاعتي، في ايه؟ لا طبعا دي اسرار بنات وانا مش هقدر احكيها طبعا. يعني ايه اسرار بنات؟ لا معلش البيت ده ما فيهوش اي اسرار. لا احنا مفضوحين على بعض يا ماما. لا برضو مش هقدر احكي اي حاجه. طب بصي يا منى قومي معايا، تعالي معايا جوه على الاوضه، انا عارفه احنا بنات زي بعض، انا عارفه انك انت هتقولي خدوني معاكوا خدوني معاكوا. ايه ده ايه ده ايه ده بنات زي بعض ايه؟ انتوا ستات يا ماما، وبعدين رجلي على رجلكم، مفيش اي اسرار في البيت ده، انا مش قاعد هنا ترتور. لا بس انا مش هقدر يعني افتن على اصحابي واقول اي سر من اسرار الشله بتاعتنا بصراحه. يا ستي اعتبريني واحد من الشله يعني. هي بالسهوله دي ان انت تنضم للشله بتاعتنا؟ ايه الشله دي؟ يعني مثلا في كرنهات معينه بتعملوا انترفيو، قصه شعر معينه، لبس معين، اعمل ايه يعني؟ بص يا منى، الاخ عادل هو الاخ الاكبر لنا في البيت هنا، وهو بمثابه عصا السلطه والسيطره، فلازم يبقى على درايه ووعي بكل شيء بيحصل. بس هو ستايله قديم شويه. ده ستايل قديم؟ امال لو لابس لك بنطلون قماش ولا لابس؟ يا ماما لعلمك بقى انا عندي موبايل بكاميرا بس هو بيشحن جوه، اتحدى لو حد من شلتكم معاه زيه، ومنزل رنات عمرو دياب وتامر حسني وحماقي ولؤي كله. اوكي كده هتفهم. اوكي يلا بينا. مش عليكم الوضع بيتدهور يوم بعد يوم. ما تتكلمي على طول، انت كل شويه كده وبتقلقينا اكتر، يعني بتخلي دماغنا تروح في حتت عجيبه. نجلة عندها اكتئاب. يو شاقول، احنا عارفين ان نجلة عندها اكتئابات، من فضلك قولي لنا ايه سبباته. نجلة مش مرغوب فيها. ازاي يعني مش مرغوب فيها؟ بالعكس عندها اوضه 5 × 7 متر معموله ورق حائط ومدهونه بلاستيك وعايشه فيها هي ومامتها بس. يعني انا بتكلم على نجلاء وسط جيلها وسط الشله بتاعتنا. ليه 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 في حد من الولاد بيضايقها او بيعاكسها؟ ما هي دي المشكله، احنا كبنات بنحس ان احنا بنات لما نلاقي الولاد كده حوالينا بيروشوا، واحنا بقى نقفش ونلوش فيهم كلهم. ايوه بس يعني على فكره انتوا ظالمين الشباب، يعني انا ايام الجامعه كان اي زميله مثلا معايا بقعد اتكلم معاها عادي جدا، هي بتتكلم معايا عادي من غير حساسيه، يعني كان تبقى جو لطيف يعني. عادل عادل بليز خلينا في المشكلاتوس بتاعه نجلاء، وبلاش بقى حب الذات بتاعك ده. حب الذات؟ نجلاء زيها زي اي بنت، نفسها تحب وتتحب، نفسها تتعاكس كده وتشتم، حد يعجب بيها فتكرفه، حد يضيف ايميلها فتدلته، او حتى تعمل له بلوك، حد يديها ميست كول كده فتكنسله. قدام بجد. ولا يا رمزي نعم الصوره دي ما تحطهاش هنا تاني، هتفقر لي الخزنه يا ابني، مفيش ولا مليم دخل من يوم ما حطيتها. كل سنه وانتم طيبين. لا انا عيد ميلادي في جامعة اول، يعني لسه بدري عليه قوي ياما. هابي فالنتاين، النهارده عيدنا كلنا. الفالنتاين؟ لا حضرتك بصي الكافيه على اول الشارع، بس خلي بالكو البوكس طب امبارح على الكافيه لم 19 دبدوب و2 ملي بارفان، ولم كمان سلسله فيها شكل قلب، خلي بالكو. ها لا لا احنا حبنا طاهر شريف خالي من اي مصلحه، هي بس بترمي عليها الهلبه عشان تقفش لها دبدوب كده تحطه في الصالون في بيتهم وتتمنظر بيه قدام اهلها. او عوره في كارت شحن ب50. تعوره بكارت شحن. بقول لك ايه، روح شوفهم عايزين ايه. عينيا يا دوله عينيا. ها امره. حلو قوي ده. ده ب275. لا لا احنا ما يهمناش الفلوس، انا ما بفصلش. سمير ما يهموش الفلوس، سمير لارج. لا مدام لارج روح خد منه بقى فلوس اكس لارج. يا عينيا يا دوله. اتفضل يا سيدي. دي اجدد هديه في الفالنتاين يا حبيبتي، ايه رايك؟ يا ابني انا بتاعت الجديد. مع الف سلامه. مع الف سلامه. بتاعت الجديد مع الف سلامه. يا دوله
الحب حلو قوي قوي دول. الحب، انت هتقول لي على الحب، بس اهم حاجه يكونوا اتنين مخطوبين اهاليهم يعرفوا، مش مثلا يخرجوا من ورا اهاليهم. ايه يا عم، طب ما انت كنت بتخرج مع رانيا من قبل ما تتجوزها يا عم انت. بس يا حيوان انت بتسيح لي. ايوه دوله، ويوم ما انتصت في نظرها وقالت لك انا بحبك يا عادل، جيت هنا وزودت لي المرتب. انتصت في نظرها، زودت لك المرتب. طب ايه رايك بقى ان انا هطلقها عشان ارفدك مخصوص؟ هات الفلوس يا بتاع الشمعدان يا ايه بتاع الشمعدان يا ما استقبلش، اطلع بالفلوس. ماشي يا دول. هات هات هات. ايه يعني مش واخد بال انا رمزي؟ ايه دول انت طالق. انا بقى جيت لي فكره جهنمانيه، ايه رايكم ان احنا نعرفها على واحد؟ مش مهم انه يكون جهزنان من اي حاجه، المهم انه يكون عنده شقه عشان يسكنوا مع بعض، وبعدين بقى يقعدوا مع بعض سنتين ثلاثه اربعه وبعد كده يتجوزوا. انت حدليه على البنت، ايه اللي يقعدوا مع بعض سنتين ثلاثه اربعه كده وبعدين بعد كده ترجع لك تشيله عيل على كتفها؟ بص يا جماعه، انا ما عنديش مانع خالص اي واحده تخرج من البيت وترجع تاني، ما فيش مشكله، بس لما ترجع تاني بقى ما يبقاش على كتفها عيل، انا مش ناقص مصاريف. لو حبوا بعض بشكل حقيقي وحب صادق فعلا مش هتتكرر مأساتك يا سناء، ومش هتتطلقوا، ما تتضايقيش يعني. ما تقلقش. مأساتي يا مماساة انت، انا ما عنديش مأساة، انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر يا لسان، بس انا اللي ماليش نفس. شات اب. لوك 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 لوك، ايه رأيك بقى يا رانيا على الواد رامي ابن طنط ألفت؟ رامي ايه؟ رامي ايه يا حماتي؟ ولوك لوك 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 ايه يا رامي ايه؟ رامي ده اصغر منها، ما ينفعش. يا سلام، ما هو اطول منها بقى. وعشان اطول منها يعني هنضحك على الناس؟ ما ينفعش يا حماتي. انتوا بتقولوا ايه وبتتكلموا عن مين؟ لا ابدا ولا حاجه، ده احنا بنتكلم على قانون الضرايب الجديد، بيقولوا هياخدوا الضرايب على الناس اللي بيتجوزوا. انا ما حدش يجيب لي سيره الجواز، سامعين ولا لا؟ البنت دي يا اخوانا احنا لازم نلحقها كده، ممكن تموت اي حد فينا. البنت لازم تقعد في بيتها معززه مكرمه لحد ما يجي عدلها، والراجل اللي يجي لها يدفع فيها دم قلبه. صح، زي المثالات اللي بيقول اخطب لبنوتك وما تخطبش لابنك. ايوه بس برضو المثل ده مش مظبوط، ما انت لو خطبت لبنتك فين ابنك اللي هيجي يخطبها؟ انا متهيألي نجمع ما بين المثلين، اخطبي لبنتك ولابنك عشان يتجوزوا بعض. الزواج هو سنة الحياة. الله على الإضافة، إيه اللي أنتوا ضفتيه يعني؟ يعني يجب أن نتأنى في القرار. تأني إيه يا متأني أنتِ؟ دي بنت مايصة وميعة، وبعدين بقاش تفتحوا عينيه على قلة الأدب دي. الله الله الله، إيه الحلاوة دي؟ المرأة الحديدية، قال يعني أنتِ يا سناء دماغك مش في الحاجات دي. بص يا إخوانا، زي كل مرة وقت ما بيحصل مشكلة، سيبولي أنا بقى الحكاية دي، أنا اللي هحلها. بص يا منى، انا استحاله طبعا هوافق على حكايه ان يبقى في بوي فريند لنجلاء ويكلمها الساعه 2 بالليل دي. خلاص اوكي، انا بقى هظبط لك بوي فريند نشيط يكلمها الصبح. يا ستي نشيطنا انت هتدوري في الموبايل. اصبري اصبري بس، انت ما وصلتكيش لسه، احنا ناس شرقيين يعني مش خواجات نوافق على حاجه زي كده. يعني انا برضو مش عايز اضر نجلاء، يعني لان هي مش اختي، لكن انا بعتبرها زي اختي وبعتبر ان انا مسؤول عنها، فما فيش اي حاجه تقدر تضرها. وتضرها ليه؟ هو الحب عيب؟ لا طبعا الحب مش عيب، بس هتحب مين وازاي وليه وامتى؟ يعني هتسيب نجلاء كده؟ ده كل الشله تقريبا انتمت ما عدا هي. انت ليه محسساني ان باب الانتمه قفل؟ يعني انا همسك العصايه من النص، واخده بالك؟ في نفس الوقت اللي انا احاول اعدي معاها المرحله بتاعه المراهقه بتاعتها دي، اساعدها بحيث ما ضايقهاش واخليها ما تعملش حاجه غلط يعني. بس اهم حاجه بقى بجد يا منى ان انت تقفي جنبي وتساعديني. اوكي حاضر. وبعدين مش كل شويه تقعدي تقولي عليا قديم، يعني مثلا ايه رايك في الفالينه اللي انا لابسها دي؟ فالينه؟ عزيزتي النجلاء. لا بلاش حكايه عزيزتي دي، احنا نخش عملي على طول. حبيبتي نجلاء. عادل من فضلك احترم مشاعرك يا زوجة. حبيبتي دي محسنات لغة زي محسنات الطعم كده اهو، يعني مثلا اما بتلاقي مرق الدجاج هل جواها فراخ فعلا؟ لا طبعا. ولا المرق اللي هي بتاعت شوربة الخضار هل جواها سلة خضار؟ لا طبعا، دي كده وكده يعني. اوكي اوكي كمل. حبيبتي نجلاء، اهلا بك ومرحبا في قلب الواسع الفسيح. واقفة ليه؟ اتفضلي اقعدي. قعدتي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام، استربعي وعودي جوا قلبي يا فرحتي يا هنايا. الله عادل حبيبي، هو انا ليه ما بسمعش الكلام الجميل ده؟ عاجبك بجد؟ يجنن. لا حبيبتي ده انا ههريكي كلام جميل من ده، وريني كاتبه ايه.
عزيزي ايه دي حبيبتي نجلاؤه؟ ايه نجلاؤه؟ نجلاء يا ماما همزه على صيام هرابية. بصي لا انا مش عايز اخطاء املائيه لو سمحتي، اكتبي وركزي معايا. ماشي. حبيبتي نجلاء، لقد اعجبت بك جدا عندما رايتك نازله من عربه السيدات في المترو الانفاق، ادركت ساعتها انك انت لا تحب الاختلاط. هو نجلاء ما بتركبش الحياه مترو الانفاق، لان اصلا احنا ما عندناش محطه مترو انفاق، نجلاء عندها اشتراك في الاوتوبيس. يا سلام يا رانيا، بتبقي غريبه لما بتضايقيها كده. يا ماما عادي، انت صلحيها، خليها الاوتوبيس بدل مترو الانفاق. المهم المعنى يا ماما، المهم المعنى. اوكي كملي كملي. حبيبتي لقد لمحتك وانت في السكشن وقاعده في المحاضره متضايقه جدا، متضايقه جدا. ادركت وقتها ان الماده صعبه جدا والدكتور غتيد جدا. بس على فكره حبيبي، انت كده بتصطدم بمنظومه التعليم ومؤسسات التعليم الدوليه. يا حبيبتي انا ما اقصدش، يا حبيبتي انا وجهه نظري دي عباره عن وجهه نظر طالب يساري زي محي اسماعيل في فيلم خلي بالك من زوزو. ومحمد صبحي في الكرنك اللي هو كان حماده. ايوه بالظبط، بس مش عارف، حاسس ان محمد صبحي في الكرنك ضحكني اكتر من محمد صبحي في سنبل. بس كده محمد صبحي يزعل منك. بالعكس ده حبيبي. المهم كملي كملي. حبيبتي استغربت جدا عندما رايتك اكثر من مره تضربي كبده من كافيتيريا الجامعه، وجال بخاطري سؤال، هل انت اسكندرانيه بما انك بتحبي الكبده، ام انك قاهرية ولكن تحبي كبدة الاسكندراني؟ امضي في الآخر بقى معجب والهان عين لام ميم، وبعدين كمان قولي شكرا لساع البريد، وإذا لم يصل يرد بعد 24 ساعة. تفتكر كده قلبها هيدق؟ هلو. ها بقولك ايه؟ ايه؟ الجواب اهو، انت عارفة تعملي ايه بقى بالظبط؟ اوكي ماشي. اهم حاجه هتلاقي الخط وحش وزباله، بس مش اشكال، مش اشكال. عادل لو سمحت استرالي الاملائيه ما تخرجهاش بره، فاهم ولا مش فاهم؟ بفهمها بس لان الجواب ده في وشي برضو. وهي مالها اساسا؟ هي مش هتقولها مين اللي كتب الجواب ده؟ الحبيب المجهول. عادي يعني، خط وزباله، ايه المشكله؟ الحبيب المجهول يا وهتقول انا؟ يلا انت فاهمه، اتكل على الله. ها اخبار مزتنا ايه؟ مزه يا شيخ قولي كلام اصدقه بقى. يا شيخ بقى بلاش اللون الغامق ده وفكيها، ده النهارده الدنيا بامبي، وعندي ليكي خبر بمليون دولار. ايه؟ جواب من معجب متيم. لمين؟ هيكون لمين طبعا؟ ليكي. بتتكلمي بجد؟ يعني اخيرا لفت نظر حد وبقى معجب بيا وبيبعت لي جوابات؟ وريني 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 بقى، هتبقى شخمه. عرفته، ده اكيد واحد من فريق المسرح، هما اللي بيحبوا الكلام والحركات والحاجات دي. يعني اسمه ايه؟ لا ما اقدرش اقولك اسمه، ده محلفني يا شيخه. يعني عاوز ايه يعني؟ امشي معاه والحاجات دي؟ لا يا حبيبتي، انا ماليش في المشي والحاجات بتاعتكو دي. وماله يعني، ما كلنا بنمشي. يا حبيبه قلبي، انا لو مشيت همشي رياضه، مش همشي عشان احبه. يعني ايه؟ خلاص هبلغه بقى ان انت رافضه تقابليه. لا 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 ايه من حبيبتي، انا ما قلتش كده. هو يعني لو بيحبني بجد خلاص بقى اشوف. خلاص بصي، انا هخليه يكلمك النهارده، بس هيكلمك على المتاخرات كده 4-5، اوكي؟ يكون البيت كله نايم. لا طبعا عندك حق، الشات امن. بصي قضيها بقى معاه كده، كاميرا بقى ومايكو كده. ايه يا ماما اللي انتي بتقوليه ده؟ ما كنت عرفت اي حد من المتلقحين ليل ونهار على الفيسبوك. يا منى يا حبيبتي، انا عايزه لما ارتبط احب بجد. انتي كده بتصعبيها عليا وعليه، الارتباط بقى والجواز والحاجات دي يبقى قدام شوية مش دلوقتي. بس لازم عندي في البيت يكونوا عارفين كل حاجة. انت كده هتلبسينا في الحيط بقى. بيت ايه يا بنتي وبتاع ايه؟ مش احسن ما انا اللي البس في الحيط؟ بيتي واهلي هما اللي هيعرفوا يحموني. بصي بقى، هو هيكلمك النهاردة وانتوا تصرفوا مع بعض، انا ماليش دعوة. سلام. سلام. يا عقل. صباح النور. ابي عادل، انا كنت عاوزك في موضوع كده يعني. عايزه بطاريات للام 3 ولا ايه؟ مش بطاريات. عايزه ترغي يعني، اتفضلي.
انا في واحد معجب بيا. معجب بيك ازاي يعني؟ هو بعت لي جواب. اه واسلوبه عجبك؟ هو تافه شويتين بس يلا بقى. اسلوبه تافه؟ لا يا ماما، ده ممكن يكون مثلا ايه يعني اسلوبه عالي وكل حاجه، بس عشان ينزل لمستواكي فكتب بالطريقه الركيكه دي يعني. وانت مالك بتدافع عنه كده ليه؟ لا وانا هدافع عنه هو مين ده اساسا؟ وازاي حد يبعت لي جواب؟ الحق يا رانيا. ايه هو ازاي اساسا يبعت جواب؟ كان حقته يبعت ايميل احسن. ايه يا رانيا؟ انت بتديها الطريقه اللي هتخدعنا بيها بعد كده؟ عموما انا قلت لمنة تقول له انه ما ينفعش يقابلني غير لما يجي يقابلك انت الاول. برافو عليك. عموما بقى اديني قلت لكم وخلاص، وعشان تبقوا عارفين انا احتمال اتاخر النهارده عشان عندي محاضره مهمه جدا بالليل، وعشان كمان انقل بقيه محاضراتي. باي باي. انت كده بقى من وجهه نظرك حليت المشكله؟ طبعا حليت المشكله. اول حاجه البنت طلعت متربيه وهايله وما خبتش علينا ان في واحد معجب بيها. ده في حد ذاته طبعا انجاز كبير قوي. تاني حاجه بقى يا ماما، شفتيها وهي سعيده ومنتعشه لمجرد بس ما جالها جواب حد قال لها ان هو معجب بيها. ده اللي انا كنت عايز اوصل له. طيب افرض بقى يا سيدي جالها انتكاسه وحصل لها حاله اكتئاب من اول وجديد. حتى لو ده حصل، عندك تحت السرير كل الدواوين بتاعتي، اي ادوان طلعي منه قصيده انقشيها في اي جواب وبعتيها وخلصنا يا ماما. عندك مشاكل تانيه؟